أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. نخصص الحلقة للحديث عن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من محافظة تعز. أطلق الجيش الوطني إذن عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مواقع لا تزال تحت سيطرة الميليشيا في تعز. العملية التي تحظى بإسناد جوي من التحالف العربي تهدف إلى قطع إمدادات الميليشيا وإحكام السيطرة على العديد من المواقع في المدينة. خلال العملية تمكن الجيش من تحرير مواقع كانت تسيطر عليها الميليشيا أسفل منطقة عصيفرة والزنوج وجبل الوعش. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستجدات العملية العسكرية الواسعة في تعز، ومدى إسهام العملية في تغيير خارطة السيطرة العسكرية في تعز. قبل النقاش نستمع إلى هذا التقرير ونتابع. معركة شاملة جديدة في أطراف مدينة تعز. الهدف المعلن للجيش الوطني هو استكمال تحرير المناطق المحيطة بالمدينة وفك الحصار المفروض عليها منذ 3 أعوام. محافظ تعز الجديد أمين أحمد محمود دعا عبر وكالة الأنباء الإماراتية من عدن مواطني المحافظة إلى دعم عمليات الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة ميليشيا الحوثي وإرهابها، معتبرا أن لحظة التحرير التي طالما انتظرها أبناء المحافظة قد حانت. كما أتوجه بنداء أخير لإخواننا وأبنائنا في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشيات الكهنوت الحوثية أن يهبوا لنصرة أخوتهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأن ينتفضوا ويفأروا لكرامتهم وحريتهم. يشرف على هذه العملية قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، وخلالها تقدم الجيش في محاور عدة شمال مدينة تعز وغربها، أبرزها الزنوج وأطراف الدفاع الجوي والحوجلة وجبل الوعش والأربعين ومحيط معسكر التشريفات شرق المدينة، محققا تقدما مهما بحسب نائب المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر. قوات الجيش تجري منذ الخميس عملية تمشيط واسعة لبعض الخلايا والقناصة في جبل الوعش الذي يطل على شارعي 60 و50، وهي عملية يقول الجيش إنها ستؤدي إلى قطع خطوط الإمداد عن الميليشيا في الجبهة الشرقية. والشباب معنوياتهم مرتفعة، لقد قمنا بالرد على الميليشيات عندما قاموا بقصف المدينة بالهاونات والقذائف عشوائيا. وضع التحالف العربي هذه المرة ثقله الكامل خلف العملية العسكرية الجديدة، وشهدت العملية تدخلا كثيفا للطيران الحربي التابع للتحالف الذي وجه ضربات مؤثرة لمواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية والإمداداتها في شمال وغرب وشرق المدينة، ما أدى إلى تدمير دبابات ومدرعات وسيارة عسكرية مسلحة ومدافع رشاشة ومدافع هاوزر، كما أسفرت عن مصرع نحو 35 من عناصر الميليشيا وإصابة العشرات. وفي ثاني أيام المعركة واصل الطيران قصف مواقع عدة للميليشيا الحوثية في جبل أومان بالحوبان إلى الشرق من مدينة تعز، وفي تبت المدرجات في غراب إلى الشمال الغربي للمدينة، وفي تبت زومان وجبل المنعم بالربيع في غرب المدينة. معركة تعز مفصلية في إطار المواجهة الشاملة مع الانقلاب، لذا يأمل المراقبون في أن تتجاوز هذه المرة التعقيدات السياسية والحسابات الخاطئة التي أوقفت معارك سابقة وأبقت تعز رهن الحصار والقصف اليومي للمدنيين حتى اليوم. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن قائد اللواء 17 مشاة العميد الركن عبد الرحمن الشمساني. أهلا بك سيادة العميد. حياك الله، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في الجمعة بفضل الله وتعالى تقدم كبير لقوات اللواء 17 مشاة في جهة الضباب في منطقة جبل حبشي. لقد تقدم وبهجوم قوي وعنيف شنه الأبطال على مواقع ميليشيا الحوثية. استمكن الأبطال من السيطرة الكاملة على قرية العنين وكذلك التوفيق وقرية قابلة وقرية زعيل وتبت سابعة في وسط صفية نهرية كثيفة وقصف مدفعي، كما نحيي أبطال الجو صقور الجو على ما يقدمه، ونشكر دولة التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة
على ما يبذله من جهد كبير الطيران بشكل مستمر في تحقيق أهدافها والضربات الموجعة والضربات الجيدة. كما نشكر رئاسة الجمهورية ممثلة برئيس الدولة وقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، وكذلك نائبه اللواء الفريق الركن عبد ربه منصور علي محسن الأحمر، وكذلك سيادة أحمد عمري من دار، وكذلك محافظ محافظة تعز على ما يهتموا من اهتمام كبير في تحرير محافظة تعز. طيب سيادة العميد في هذه المعركة هل يعني تسلمتم معدات عسكرية ودعما عسكريا يحدث فارقا في خارطة السيطرة في تعز؟ والله استلمنا حسب الاله من قيادة المحور فقط، من قيادة المحور، ما صرفت لنا من قيادة المحور للعملية وهي شراء ذخائر اللي هي بالمبلغ 3 مليار. بس هناك دعم من التحالف الطيران مستمر، نحن نتمنى أن يكون هناك في معدات قتالية تفوق ما أسلحتنا ضعيفة وقليلة، لا يوجد لدينا أجهزة كشف الألغام الحديثة وكذلك المدفعية الكبيرة والعربات. نحن سنتم تحرير بلادنا مهما استطعنا. هذه اليوم اللي تحقق في جبل حبشي، إذا قدرنا أن نسيطر، لأنه الآن في اشتباكات مستمرة، وإذا سيطرنا على شرف العميل سيتم قطع الرمادة ما يبعد عن مواقعنا ما يقارب 800 متر، وإذا استطعنا وتمكننا من الانتصار في هذه الجبهة سيتم قطع الشرايين العدو، وهو الخط الرئيسي الممتد في الجهة الغربية تعز الحديدة. كما هناك في تقدم للواء 17 وكذلك بالاشتراك مع اللواء 5 حرس الرئاسي وكذلك اللواء 145، هناك كان تقدم كبير، والآن تم المحاصرة في التراب والمدرجات وعند الصالة على مقرب تقاطع 30 وشارع 50 تحت مرمى النيران للجيش الوطني. ونبشر المواطنين ونبشر قيادنا السياسية، نحن ماضون في تحرير بلادنا، والله والله النصر في هذا بإذن الله. اليمن ستتحرر كاملا سواء تعز أو غير تعز، باقي القطاعات كلها مشتعلة، الجيش الوطني في مواقعهم ثابتين، كذلك نرحم على شهدائنا وعلى الأبطال. هذا الانتصار بفضل الأبطال. كما هناك معنا جرحى، نعم سيد العميد، نتمنى لهم نعم سيد العميد. طيب الآن عندما نتحدث عن هذه المعركة العسكرية وخطط الجيش الوطني في هذه المعارك، هل تهدف هذه المعارك إلى تأمين فقط المحافظة تعز أم أن أو مدينة تعز أم أنها قد تمتد إلى أجزاء أوسع في المحافظة وربما تمتد إلى مناطق أخرى أيضا؟ لا، نحن هدفنا إلى أهداف كبيرة إن شاء الله، نمر إلى إب إلى شرعة بلا فيها. لن نقف مكتوف الأيدي في تعز. فإن الله قدر الأمور والإرادة في سبيل الانتصار سنتمكن من تحرير باقي المحافظة كاملا، وكذلك الأرياح وكذلك إب، وبنشترك مع الجبهة الساحلية إن شاء الله في تقدم من أجل تحرير اليمن بالكامل. النصر قريب بإذن الله، والعدو منهار، والأبطال المرابطين في القتال معنوياتهم عالية. هناك معوقات بسبب العدو الغاشم الذي كثف إجراعة الألغام الكبيرة والممنوعة دوليا، ولكن بفضل الله سنتمكن من الانتصار للأمور خلال هذه اليومين، مبشرة بخير، والحاضنة الموجودة من أبناء تعز جميعا، لأنه عارف تعز الأمرين هذا عدو. نحن لا نريد الحرب، ولكن أجبرنا على أن ندافع على كرامتنا وعن وطننا. أشكرك. أنا ندعو أخواننا
أن ندعو أخواننا الذين مغرر بهم إلى أخاصة أبناء تعز إلى عودة وتحرير مدينة تعز بالكامل. أشكرك سيادة العميد ركن عبد الرحمن الشمساني قائد اللواء 17 مشاة، كنت معنا عبر الهاتف، وأرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدين الكرام من مسقط المحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. إذا عملية عسكرية وتطور ربما في المشهد العسكري في تعز، من وجهة نظرك دكتور هل ترى أن مثل هكذا عمليات ستمثل تحولا أو نقطة مفصلية في ملف الصراع اليمني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية الواسعة التي أطلقت منذ فجر الخميس الماضي تأتي بعد جمود طويل في العمل العسكري النوعي. لم نشهد هكذا عمليات عسكرية منذ أمد طويل، لا من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولا من قوات التحالف أيضا باستثناء ضربات جوية هنا وهناك. فهذا في حد ذاته يعني يعد نقلة نوعية في يعني الأداء العسكري خاصة للجيش الوطني. ولكني أتخوف من مسألتين. المسألة الأولى يعني أن هذه العملية التي أعلن عنها لا تأتي في إطار يعني تصور أو في إطار حراك استراتيجي كلي يشمل محافظات اليمن الأخرى، وإنما البيان قال أن هذه عملية عسكرية ترمي إلى فك الحصار عن بعض الأجزاء الغربية والشمالية في محافظة تعز. فهل الأمر كذلك؟ هل هذه عملية عسكرية محدودة ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الصغيرة نوعا ما، أم هي تأتي في إطار يعني تحرك عسكري كلي يتسع شيئا فشيئا ليشمل المحافظات الأخرى؟ هذا يعني استفسار، وهذا السؤال يوجه إلى الجيش الوطني للحكومة الشرعية للتعالف. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي أيضا في ظل ما نشهده من حراك سياسي. الرباعية اجتمعت منذ بضعة أيام في باريس. بوريس جينسون كان في مسقط، وزير الخارجية البريطاني كان في مسقط ثم اتجه إلى الرياض. بريطانيا الآن هي المسؤولة عن الملف اليمني في مجلس الأمن. فهناك حراك سياسي. هل هذه العملية، وأنا أطرح هنا تساؤلات افتراضية أرجو أن لا تكون صحيحة، ولكن يعني نحن ك يعني محللين سياسيين ننظر إلى المشهد نظرة كلية. فهل هذه العملية هي عملية تحريك يعني من أجل إسناد الجهد السياسي الذي يبذل الآن، أم هي عملية عسكرية ترمي كما قلت قبل قليل تأتي في إطار نقلة نوعية في الأداء العسكري الكلي وترمي إلى يعني إحداث اختراقات في ميزان القوى على المستوى العسكري، وبالتالي التحرك إلى الشمال من أجل تحرير اليمن؟ فأنا في يعني واقع الأمر أرجو أن تكون المسألة يعني حراك استراتيجي كلي، وأن لا تكون مرتبطة بالعمل السياسي، وأن لا تكون عملية تحريك من أجل تشكيل ضغط على الحوثيين في يعني الحل السياسي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز نائب المتحدث باسم المحور العقيد عبد الباسط البحر. أهلا بك سيادة العقيد. حياكم الله، أهلا وسهلا وبالضيف الكريم وبالسادة المشاهدين جميعا. حياكم الله. إذن سيادة العقيد، هناك كثير من يتحدث على أن عمليات التحرير تعلن وفي نهاية المطاف تواجه إشكالات، ما الجديد في هذه العملية بالنسبة للوضع العسكري في تعز؟ حياكم الله أخي الكريم. نحن في تعز وفي غيرها من جبهات القتال على مسرح العملية القتالية في الجمهورية اليمنية نخوض حرب مفتوحة، نخوض معركة كبيرة مع الميليشيات الانقلابية بالإمكانات التي نهبتها من الدولة اليمنية، وبالتالي معركتنا شاملة واسعة مفتوحة على أمور كثيرة. وما تم إعلانه في تعز من بدء معركة التحرير وفك الحصار عن هذه المدينة، الحصار الجائر الذي عانى فيه المدنيين من القصف والقمص ومن الجرائم الحصار، ومحور تعز كان وفق خطة معدة مسبقا ولها اهداف مرسومه وموضوعه ومزمنه بتزمينات، وتم المصادقه عليها والموافقه عليها من المستوى الاعلى
لقيادة القوات المسلحة والرئاسة، وأيضا بدعم واسناد وتعاون كبيرين من شقاق التحالف العربي وطيران قوات التحالف العربي التي تقوم مشكورة بأداء دور هام واستهداف لتحصينات وآليات وتعزيزات العدو. ما تم خلال اليومين الأمس واليوم منذ بدء انطلاق هذه العمليات العسكرية تم شيء كثير ومهم باتجاه تحقيق استكمال تحقيق الأهداف إن شاء الله. طيب، هناك من يتحدث على أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد، يعني في سياق التوقيت الزمني، جاءت بعد تواجد عدد من قادة المحور أو المسؤولين في المحور في الرياض. هل هي نتاج هذه الزيارة أم أن الأمر منفصل وله علاقة بخطة تتبع الجيش الوطني أو عاملها الجيش الوطني؟ الخطة العسكرية وضعها الجيش الوطني ووضعها قادة الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز تحت إشراف قيادة محور تعز، قائد اللواء قائد المحور اللواء الروحي خالد راضي القاسم، و يعني عمليات المحور واركانات المحور. وبالتالي تم هذه الخطة طرحها على الحكومة الشرعية والمصادقة عليها من قبل الحكومة الشرعية والقيادة العليا في القوات المسلحة اليمنية ورئاسة الجمهورية، وأيضا على الأشقاء في التحالف العربي الذي دعموا وأسندوا خطة التحرير ووعدوا بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهام. هل شملت هذه الوعود سيادة العقيد، يعني هل شملت هذه الوعود ما يتجاوز عمليات الإسناد الجوي؟ نعم، بالنسبة للوعود نعم، الوعود كثيرة وإن شاء الله يعني تتحقق منها الكثير. أما بالنسبة للإسناد الجوي فهو إسناد يعني مشكورين عليه لأنه حقق نتائج كثيرة على الأرض، وفعلا خلال اليومين الماضيين الطيران قام بدور غير عادي، تحية من خلالكم لصقور الجو في قوات التحالف التي يعني استهدفت بضربات دقيقة أهداف مختارة معادية بعناية ووفقا للطلب من القيادات الميدانية. على سبيل أن تتحدث على أن الوعود موجودة، هل هناك إمدادات أو آليات عسكرية قدمت لكم في سياق هذه المعركة تحديدا؟ إن شاء الله يتم الوفاء بالوعود، وتتصل إن شاء الله إذا الأمور مرشحة إلى أن تستكمل الإمكانيات الكافية لتنفيذ المهام، وإن شاء الله تصل جميع الإمكانيات ويقوم بتوفير ما طلب في الخطة لتنفيذ المهام الموكلة، وإن شاء الله الأمور تسير باتجاه صحيح ويتم الوفاء بالوعود بإذن الله. ونحن على تواصل مستمر بالأشقاء في التحالف وبالمستوى الأعلى في القيادة السياسية والعسكرية، وهناك دعم. وبالمناسبة نحن أيضا من خلال هذا البرنامج نوجه كلمة أو نرفع كلمة الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الأخ رئيس الجمهورية المسير الركن عبد الرب منصور هادي ولنائب الفريق الركن علي محسن صالح لما يولونه من اهتمام ومتابعة أولا بأول، ويعني اهتمام كبير بمجريات المعارك في الميدان وفي تعز. تحظى تعز باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا باسم قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل الذي يرفع باسم المقاتلين جميعا التهاني ويرفع الشكر والعرفان للقيادة وأيضا للأشقاء في التحالف العربي الذي يقوم بالإسناد الجوي الكبير. أشكرك نائب المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك دكتور عبد الله، استمعت لما تفضل به العقيد البحر، هل كان هناك يعني وضوح فيما يتعلق باستمرارية أو استراتيجية هذه الخطة من خلال إجابات العقيد؟ العقيد تحدث عن أمنيات، وأرجو أن تتحول هذه الأمنيات إلى وقائع على الأرض. عندما سئل عن مستوى الإسناد أو طبيعة الإسناد المتوقع من التحالف جنح إلى التمني وإلى الدعاء. أنا أرجو أن يكون هناك الآن هذا التحرك العسكري
الذي يقوم به الجيش الوطني وهو تحرك نوعي فيما يظهر، ما لم يحصل الجيش الوطني في تحركه هذا على دعم وإسناد استراتيجي حقيقي من التحالف، فأنا أخشى أن تكون هذه العملية عملية محدودة، بل أخشى أكثر من ذلك. إذا لم يسند الجيش الوطني بما يحتاجه من عتاد ومن تدريب ومن تمويل ومن دعم استخباراتي، إن لم يحصل من التحالف على كل هذا الإسناد الاستراتيجي، فأخشى أن يترك الجيش الوطني منكشفا في هذه المعركة. نحن لا نتوقع أن الحوثيين سيستسلمون، لا نتوقع تراجعا يسيرا من الحوثيين. الدفاعات الحوثية سوف تكثف حضورها وجودها الآن في يعني جبهات القتال في تعز. الدعم الإيراني سوف يتضاعف ربما، لأن معركة تعز معركة مصيرية إلى حد كبير. إذا تم تحرير تعز وطرد الحوثيين من تعز وصفت تعز بالحكومة الشرعية، فمعنى ذلك أن تقدم الاشتراكيين قد يحدث على جبهات أخرى. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى يتمكن من تحقيق هكذا انتصارات استراتيجية في تعز يحتاجان إلى دكتور هل تسمعني دكتور؟ يبدو أن هناك بعض الإشكالات في الصوت من المصدر، إلى حين حل هذه الإشكاليات نرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن، المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله. إذن أستاذ عبد الهادي، ما الذي يعني إلى أي مدى بداية يمكن أن تسهم العملية العسكرية بهذه الظروف أو بهذه المعطيات في اكتمال تحرير المدينة والمحافظة بشكل عام من وجهة نظرك؟ أعتقد أن العملية لا نستطيع أن نقيمها ولا نستطيع أن نحكم عليها من أمامنا ومما نحلم به أو نريد، لكن العملية نفسها إذا حققت انتصارا ولو بنسبة 60 إلى 65% واستطاعت أن تفك الحصار من الناحية الشمالية والغربية، والغربية أعتقد أنها الآن في نظري أكثر إلحاحا لو استطاعت أن تربط ميناء المقاع والساحل بمحافظة تعز، هذا إنجازا كبيرا جدا. هذا من يعني الحد الأدنى من المتطلب الآن، لكن الحد الأعلى والمعمول أن يتم تحرير المحافظة كاملة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. أعود إلى دكتور عبد الله الغيلاني. إذن دكتور، كنت تتحدث في نقطة أخيرة عن استراتيجية هذه العمليات وبعض المعطيات، تفضل أكمل. ما كنت أقوله أن هذا التحرك العسكري النوعي الذي شرع فيه الجيش الوطني ينبغي أن يكون تحرك من أجل تحرير تعز كاملة، وليس من أجل فك الحصار في بعض الجبهات هنا وهناك. هذه مسألة. المسألة الأخرى، أرجو أن يكون هناك دعم وإسناد استراتيجي يحظى به الجيش الوطني في تحركه هذا من التحالف. إن لم يحصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على هكذا إسناد كلي على المستوى الاستخباراتي، على المستوى العتاد، على مستوى التدريب، على مستوى التمويل، إن لم يحصل على هكذا دعم، فأخشى أن يترك الجيش الوطني لمصيره وأن يكون منكشفاً أمام الدفاعات الحوثية. الحوثيون لن يستسلموا بسهولة، الدعم الإيراني سوف يتضاعف، سوف يستميتون في الدفاع عن تعز، لأن سقوط تعز بيد الشرعية وتحريرها من يعني الحوثيين هذا سيشكل نصرا على الأرض وسيشكل نصرا معنويا أيضا، ربما تنتقل العدوى إلى محافظات أخرى، والحوثيون هذا ما لا يريدون حدوثه. فالنقطة الرئيسية التي أود التأكيد عليها أن هذا تحرك نوعي ينبغي أن يحظى بإسناد كلي من قبل التحالف، وأن لا يكون هذا التحرك يعني مجرد يستخدم كورقة للضغط السياسي في المفاوضات السياسية المنتقبة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي، إذن هذه المعركة أستاذ عبد الهادي هي الأولى ربما بعد أحداث صنعاء، أحداث ديسمبر في صنعاء، الآن الحوثيون دون شريكهم الأبرز في الانقلاب، هل لديهم القدرة على صد هذه المعارك برأيك؟ علينا أن نعيد تقييم الوضع العسكري من ناحية أن هنالك جغرافيات تشكلت داخل المنطقة منذ توقف آخر عملية تحرير في تعز بعد أن تم تحرير الديانة الغربية،
هناك جغرافيات أماكن سيطر عليها الحوثيين تمترسوا فيها تخندقوا أضافوا عليها شبكة ألغام، البعض ربما يصور لدى الإخوان في قيادة المقاومة والجيش في تعد على أنها أشبه بخط الريف أو مصيدات وحقول ألغام، كون المنطقة التي يجري القتال فيها في أغلبها منطقة وعرة تضاريس صعبة، تم تلغيم الطرق أماكن المحتملة للحركة، تم بناء جغرافيات صد. هذه المسألة تحتاج قوة، تحتاج تدخل، يحتاج تفكيك للألغام، تحتاج أيضا قوة بشرية وحركة من خارج هذه الأطر. طول الجبهة مع الأسف الشديد في تعز يجب أن يستوعب الجميع أن طول الجبهة تفوق 300 كيلومتر. حين نقول تفوق 300 كيلومتر نبدأ من آخر محافظة مديرية في محافظة لحق أي من المقاطرة، ثم حيثان الصين وشامع أي الطريق الشرقي الذي يمر من محافظة تعز حتى الحوضان، ثم المسألة تمتد شمال المدينة من مفرق الذكرى إلى مقبنة، ومنها أيضا تنتهي عند آخر مديرية موزع المعابدة لمحافظة لحق في الجانب البحري الغربي. هذه الجبهة ليست صغيرة، اليوم الحركة لا زالت المدينة، اليوم بدأت الحركة باتجاه الغرب في منطقة جبل حبشي، لا زالت هنالك جبهات لم تتحرك، يجب أن نستنزف هؤلاء في كافة الجبهات سواء في الدنيا في أيضا في الشقاب في الصين وفي شامع حيثان المقاطرة على حكوم أطراف قداس المنطقة الغربية، أيضا في بني عمر هي أطراف الشمايتين الغربية ثم أطراف المعافر ثم المنطقة الفاصلة مع بين المديريات الثلاث جبل حبشي ومقبنة وموزع هذه والواجعية. هذه الجبهات يجب أن تتحرك، يجب أن يكون هناك فائض بشري كبير في تعز. أعتقد الآن برغم الحديث عن 5 أنوية وعن قوة كبيرة، لكن شخصيا أعتقد أن القوة التي تحركت لا تساوي 55% من إجمالي القوة البشرية المتواجدة في تعز عمليا، وبالتالي هذه المسألة يجب أن يتم دفعها، وبالذات الجبهة الشرقية من المحافظة يجب حركتان لأنها استراتيجية ولن تسمح للحوثيين بتجميع المناطق التي قواهم من المناطق التي ليس فيها قتال لتركيزها في مناطق دفاع سواء في شارع 60 أو في منطقة جبل حبشي أو في الربيعي أو في الجبهة الشرقية أيضا. نعم، أشكرك إذن المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة وجميع الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.